Thank um. اهلا بكم في حلقه اليوم نحاول قراءه المشهد الجزائري من زاويه هذا العنوان المعبر صندوق النقد الدولي الجزائر دوله مبذره تقول صحيفه الخبر الجزائريه ان رئيس بعثه صندوق النقد الدولي الى الجزائر دكتور زين زيدان صعد من انتقاده للسياسات الاقتصاديه المعتمدة حاليا محذرا الحكومه الجزائريه من تماديها في تخصيص مبالغ هامه للنفقات العموميه تسببت حسبه في تراجع للميزان التجاري الخارجي كما تهدد التوازنات المالية خلال العشرين سنة المقبلة معنا في الاستوديو علي بن نواري وزير الأسبق للخزانة في الجزائر والمترشح منسحب من الانتخابات الرئاسية الماضية في الجزائر سيد علي بن نواري مرحبا بك صندوق النقد الدولي فيما يشبه ساكت عن الحق شيطان اخرس مع المفروض صندوق النقد الدولي يضرب النح يعني اعطى الجزائر أعطاه 5 ملايير دولار ولكن رئيس بعثه صندوق النقد الدولي يقول الجزائر يحذر الجزائر ويقول الجزائر بلد مبذر ما رايك يعني رأينا رايي هو نطق يعني نقدر نقول نطق رسمي يعني ما كانش مؤسسه في العالم اللي عندها الارقام وعندها وعارفه الحقيقه في الجزائر مثل صندوق النقد الدولي لانه كل سنه مرتين في السنه عندهم دفع بعثه تمشي لاعضاء الصندوق النقد الدولي وتمشي للجزائر طبيعة الحال وتدرس الاقتصاد وتثبت الارقام اللي تسلم لها من طرف السلطات الجزائريه يعني تثبتها حتى يروحوا يمشوا للسوق ويساوموا ويشوفوا سعر البطاطا سعر هذيك حتى ويعملوا رابورت تقرير استشاري هو يعني استشاري لانه ما يفرض حتى شيء الـ 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 البلدان الاعضاء ما يفرضوش ولكن متابعين الوضع عارفين ما هو ما هو في الجزائر فلهذا هذا التصريح مهم جدا لانه عاده ما يهدروش يعني المعلومات اللي يلاحظوها والـ والـ والتوصيات اللي يوجهوها للحكومات يعني سريه كونفيدونسيال يعني هذه يعني خارجه عن العاده مادام مادام صرحوا بهذا الـ هذا الـ هذا الوضعيه الجديده معناتها فيه خطوره يعني يعني تحذير وانذار في نفس الوقت يعني هل في, في, رايك انه زين زيدان ربما وجعه قلبه انه بلد الجزائر يعني يتجه الى يعني الى, إلى سيناريوهات خطيره فدقه أنا أنا نقص أنا أنا تحذير يعني عنده عنده وزنه على خاطر عادة ما ما يصرحوش بهذا ما يهضروش م. للصحافة والميديا عادة الملاحظات نتاعهم يوجهوها للحكومات بصفة سرية يعني سي رابور كونفيدونسيال فلما ما دام ما دام صرحوا بها معناتها راهي رانا دخلنا في زون روج يعني مرحلة خطيرة م. فهذا اللي أنا مفهومتها طيب يحذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي من أن الجزائر التي تقلصت مديوناتها الخارجية إلى أقل من ثلاثة ملايير دولار يمكن أن تعود لتسجيل عجز مالي خلال العشرين سنة المقبلة. هذا انا بالنسبه لي كاقتصادي ما 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 ما, ما, ما يعني انا انا عارفه وصرحت به وموجود في البرنامج اللي قدمته في في الانتخابات هذه الاخيره الرئاسيه يعني كل اقتصادي يعني عارف ما هو صار يعني متابع الجزائر الاقتصاد الجزائري عارف باللي الـ الـ السياسه الاقتصاديه تاعنا مبنيه على على التبذير يعني هو هذا التبذير هم ما يقولوش تبذير يقولوا يقولوا دعم، يقولوا إعانات مالية، يقولوا تحويلات اجتماعية، يعني للطبقات الكادحة، م. يعني دعم للموا يعني ل... يعني يعني يقدموا يقدموه كشيء طبيعي، ولكن الشيء اللي أهم شيء اللي لازم نقولوه أنه يعني عدينا الحدود، الحدود مثلاً نعطيك رقم هذا الإعانات هذه تفوت 30% من ال... من من ال... من الانتاج الداخلي الضخم يعني اكثر من 30% يعني, يعني من البي بي من البي بي و... الناتج الاجمالي العام نعم وهذا يعني 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 فتنا لا لين روج معناتها يعني دخلنا في مرحله وين ماشي دعم عادي يعني نقدروا نقولوا شراء سلم اجتماعي يعني مهما كان الثمن الاقتصادي المهم اهم شيء اللي اللي راه بعين الاعتبار هو السلم الاجتماعي، ما بيهمش دعم، وحتى هذا الدعم ماهوش موجه للطبقات اللي تستاهل، موجه يعني اي شخص يستفيد، حتى واحد مرفه يعني حتى الشركات اللي هي عندها ملاير تستفيد من هذا الدعم، مثلا يخلصوا الكهرباء مثل مثل اي شعب بسيط، يخلصوا البنزين تاعهم مثل ما ما يخلصوا واحد فقير والى اخره، والخبز والسكر يعني هذه المواد كلها تستفيد ماهوش غير له. هذه الاسعار اللي هي مطبقه على المواد الغذائيه وعلى المياه المحلات وعلى الصحه وعلى الفن هذه اللي هي اللي هي مباشره الدعم المسمى الدعم المباشر ولكن فيه دعم غير مباشر مثلا مثل ما حكيت لك الكهرباء والغاز واللسانس والغازوال هذه كلها تستفيد لاي جزائري حتى سواء كان فقير ولا كان 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 يعني مرفه به لهذا الدعم هذا ما عنده حتى معنى اصبح ما عنده حتى معنى ومن الاحتمال يؤدي الى عجز مالي كبير في المستقبل وحتى وكذلك عنده خطوره ثانويه وهي وهي اكبر خطوره الارتفاع الاستهلاك الداخلي نعم. ارتفاع الاستهلاك الداخلي من الموارد من من المحروقات يعني حتى اذا كملنا في هذه السيره هذه في سنه 2019 يعني بعد في بعد نهايه هذه العهود الرابعه هذه يعني الجزائر تصبح ما تقدرش تصدر ولا غاز ولا بترول يعني كنا كليناه كل يعني راح في في, في السيارات يعني ليسونس نحرقوه في السيارات وكهرباء واحد يخرج من داره ويخلي الضوء شاعل يعني هذا هو التبذير التبذير معناتها ما كاينش ليسونس الوقود مدعم في الجزائر والجزائر تستورد هذا الوقود تستورد هذا تقريبا نعم. نعم. اكثر من 2 مليار نعم. دولار ولازم يعني. ولازم ت... الشعب نتاعنا لازم يعرف باللي الجزائر سعر ليسونس في الجزائر هو ارخص من ما هو في في امريكا ولا في السعوديه يعني ما تخش تصور هذه ما تدخلش ما تدخلش في العقل يعني أنت هذه سياسة سياسة يعني مثل ما يقول الشاعر العربي اليوم خمر وغد الأمر يعني اليوم عمرن. نعيش اليوم وغدوة وغدوة ما يهمش خليها الأشياء خليها المقبلة خليها تخلى هذه هي أنا يعني المفهوم اللي نعطيها خليها تخلى يعني هذاك أه اللي قال له جحا يا إما جحا يا إما السلطان يموت يا إما الذهب يموت يا إما جحا يموت يعني النهار اللي تخلى نكونوا احنا ديجا نكونوا بالك اذا كان عشنا على الاقل نكونوا في طيب. في بلاد 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 اخرى ولكن بالنسبه للحكومه يعني بالعكس تتحدث عن يعني عن افاق عن خمسيه جديده من 263 مليار دولار خصصت للنفقات سلال يعد كل جزائري تقدم بطلب للسكن في 2018 بالحصول عليه والنفقات كبيره برغم تحذير صندوق النقد الدولي العجز في الميزانيه المقبله إيه تقريبا 52 مليار دولار إيه نا نفقات بدون نتيج بدون نتائج وش هي نتيجتها يعني كوننا خلقنا مناصب شغل يعني مناصب شغل حقيقيه بدينا نصدر في مناصب شغل في القطاع التوظيف العمومي يحدد منها يعني يعني شبه توظيف شبه توظيف يعني يعني هذا ماهوش ما, ما نسميهش توظيف لكن المناصب الشغل المنتجه الحقيقيه ما كانش, ما كانش. وشوف مثلا نسبه الانتاج الصناعي في في البي بي في الناتج الاجمالي اقل من 5% يعني قل من السبعينات في وقت بومدين يعني سبحة الجزائر ما هي اللي كانت تضطر وتزوخ حنايا دوله يعني الطموح نتاعنا نكونوا دوله صناعيه ها وكنا نضحكوا على تونس وعلى قال هذوك راحوا للصناعات الخفيفه بينما احنا رح نكون صناعه قويه منتجه للاجهزه الى اخره يعني صناعات ثقيله نهايتها ما ما لا صناعات ثقيله ولا صناعات خفيفه يعني صبحة صباح الانتاج الصناعي يعني يعني شبه صفر يعني اقل من 5% يعني لكن وزير وزير الصناعه الجديد يتحدث عن عن نمو ب 7% وزاره الصناعه هذه تكون ولا ما تكونش غير ينحيوها خير عندها وش واش واش نتجت واش جابت جابت رول وتعمل سيارات على الاقل لك. على الاقل كنا قادرين بمليار مليارين ونص دولار كنا قادرين نشريو فولفو اللي شراتها اللي شراها الصيني الشركه الصينيه جيلي يعني ما كناش قادرين نحطوا مليار مليارين ونص باش نشريو شركه ولا ولا بيجو طيب ما قادرين نشريو بيجو قادرين نشريو اي شركه ونحولوا الديبارتمون دو ريشيرش تاعها دو ديفلوبمون في الجزائر ونعملوا ترانسفير تكنولوجي ونبداو ننتجوا وندخلوا في نلعبوا في, في, في الساحه تاع لي كران لكن احنا ما درنا ما نعرفوا غير نستهلكوا يعني العجيب هو انه نستورد خمسمائة ألف أو ستمائة ألف سيارة سنويا وما عندناش حتى مركب يعني أسامبلاج طيب كيف تفسر الذي الذي قام بهذه الخطوة أنه أعطى فلوس لرونو؟ يعني بين قوسين يعني رشوة لتستثمر في الجزائر وتنتج سيارات تستهلك فقط في الجزائر وتتوعد الحكومه باستهلاكها بشرائها في بالاحرى في مقابل المغرب رونو هي التي انفقت اموالا والمغرب يصدر 400 ألف سيارة سنويا وأصبح القطاع هذا صناعة السيارات في المغرب أكبر حتى من مساهمته في البي بي في الناتج الإجمالي أكبر حتى من الزراعة هذه نتيجة الإدارة السيئة التسيير السيء وهذا التسيير السيء نتيجة نتيجة الديكتاتورية يعني المجالس المت... يعني ما عندناش مراقبة شعبية يعني صاحب القرار ما عنده حتى مراقبة يعني حتى واحد ما يراقب فيه هذا هذا مشكل يعني ما مال ما البيلك ما المشكل ما تروح وحتى الناس فشلت يعني لما شافوا هذا التبذير هذا قال لك علاش انا نحافظ على اموال الدوله املاك الدوله خلي انا ثاني نبذر يعني خلقنا جو وين ما كان حتى واحد يحافظ على مصالح الدوله طب هل هل عن سوء نيه عن, عن يعني عن ان كومبيتونس هذه مثل هذه القرارات بدل هذا من استثمار هذا مثلا نعم. شراء بيجو كامله نعم. أو على الاقل ان تكون مساهم فيها مثل ما فعل الصينيون تذهب الى اعطاء اموال الى رونو لتبيعك يعني من 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 لحي تبخر له هذا السؤال مطروح ولهذا انا في اعتقادي المفهوم نتاعو ما يكون الا لا يكون الا سياسي يعني مفهوم سياسي ما تقدرش تفسرها من زاويه الـ زاويه الـ التقنيه او او الاقتصاديه، ما تقدرش من المستحيل هذا الـ هذا الـ الاخطاء هذه اللي نقدر نعتبرها جرائم يعني ما ما عندهاش تفسير اخر. هذا هذا يدل او نتيجه نتيجه الحكم الدكتاتوري. يعني ما مطولين فيها، يعني حتى واحد ما يحاسبهم. ولكن ليس هناك انت انت جزائري والذي يضع الميزانيه وتعرف كيف توضع الميزانيه، اليس هناك يعني واحد على الاقل يقول لي يا جماعه لا يمكن ان نضع الميزانيه هكذا يعني كانه ميزانيه بيت يعني واحد بعجز 52 مليار دولار والاسعار النفط تتراجع يعني كيف تتم الامور؟ كيف يتم وضع الميزانيه مثلا؟ فهم الجزائري أنت تفهم الميزانيه ياخذوا الميزانيه تاع العام العام اللي فات ويغيروا يغيروا مثلا المبلغ الاجور تاع الموظفين فيها اشياء خفيفه هكذا يغيروها وهذه الاعانات هذه الماليه يزيدوا فيها ماشي نقصوا فيها ولا يعني كل عام يزيدوا شويه لغرض واحد وهو السلم الاجتماعي السلم الاجتماعي هذا اهم شيء علاش اللي يهمهم السلم الاجتماعي ماهوش ماهوش رفاهه الشعب او تنميه الاقتصاد لكن اليس لا يدخل اهم شيء اهم شيء بالنسبه لهم هو البقاء في السلطه الكرسي حب الكرسي هذا لوبسيسيون تاعهم كيفاش نبقى دونك ماذا بهم كل ما يشوفوا النار شعلت في كشي مضرب يهز يروح يدو في هذيك الفون دي ريغولاسيون دو ريسيت وي كيما كانوا الملوك بكري يوزعوا على من عام لعام قال نرمي لهم شويه باش نسكتوهم نرمي لهم دي بياس هكا باش نسكتوهم هذا هو الشيء اللي راه صار ولكن اليس اليس هذا يعني كانه كانه ربما الجزائر كبلد ولا شعب كانوا احييني اليوم وامتني غدا يعني كانوا هذا تاجيل هذا يعني تصرف الاموال ولا تترك نعم هذا للاجيال هذا التفكير نتاعك مثل التفكير نتاعي تفكير تعم مسؤول تاع واحد تعم انسان مسؤول لكن هل, هل هما مسؤولين مسؤول معناتها يرد يعني يتحاسب مسؤول بالمعنى تاع الدقيقه تاع الكلمه تاع الكلمه هذه هو يتحاسب مسؤول معناتها يتحاسب يعني مسؤوليه راح يتحاسب عليها ما دام هما ماهمش مسؤولين على بالهم ماهمش راح يتحاسبوا ما يفكرش كيما انت ولا كيما انا هما الـ الاهم شيء هو البقاء على الكرسي اذا كيفاش يطفيو النيران اللي تشعل حتى حتى عام يجي عام عام يجي بطبيعه طب الحال السؤال مازال ما تروح يعني الروح الوطنيه يعني يعني غابت عليهم كيفاش يعني ما يخموش على البلاد وهذه الجزائريين كلهم كلهم طرحوا لنفسهم هذا السؤال يعني بداو و... ربما المواطن الجزائري ما ربما دعني اطرح هذا السؤال ومن ف... بعد صار صار في حتى في, في وسط الشعب هذه الفكره تاعنا مع الوقف وانا ما بورتاليش طاق على من طاق فهمت هذه كلها ما يهمنيش ولات يعني مي... ولات يعني... ولت... ولات طيب هذه هي ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر فيصل المطوي الكاتب الصحفي فيصل هذا الموضوع يثار في الصحافة الجزائرية فعلا هذه التحذيرات من السياسة الاقتصادية في الجزائر ومخاطرها على المستقبل ولكن هل هناك فعلا نقاش شعبي شعور امبريز دو كونسيونس على المستوى الشعبي انه لأهمية بل حتى خطورة الموضوع انه وربما الأجيال المقبلة ستجد نفسها بتركة ثقيلة هل, هل تلمسه في الشارع الجزائري لدى الجزائريين؟ مساء الخير لكم جميع المشاهدين وعاد مبارك سعيد ان شاء الله مسبقا نعم هذه هذه الكارثه يعني هذه الكارثه هذا هو في الجزائر هناك عدم الاكتراف بالمشاكل الحقيقيه الجزائريه عندما انت تبدا تطرح وتقول مثلا اليوم في صندوق النقد الدولي يعني يدق ناقوس الخطوه ويقول ان الصادرات خارج المحروقات يعني تغطي 2% فقط من الواردات الجزائر تستورد تقريبا 50 مليار دولار الجزائر من اكبر الموردين في العالم للقمح للسكر للطماطم المصبره الى غير ذلك الى غير ذكا من المواد يعني عندما تبدا تتحدث مع الناس هم غير اللي يكترثون يعني هناك الان ثقافه جديده عندما تذهب الى ما يسمى بالمساحات الكبرى يعني غون سيرفاس في الجزائر العاصمه في وهران في قسنطينه وفي بعض المدن ترى الناس تستهلك آه يعني 90 الى 95% من المواد التي تشتريها هي مواد خارج خارج يعني خارج الجزائر اصبحنا حتى نستورد الليمون من اسبانيا والزيتون من المغرب ويعني اخرى من دول, من دول اوروبا ومن يعني من الدول الاسيويه يعني أي الحديث عن الاقتصاد هذا المشكلة اعتقد له اسباب عده هو اولا الاحزاب لا تقوم بدورها يعني كل احزاب لا كل الأحزاب المعارضه والمولاه يعني احزاب قليلا لما تجد حزب يهتم بالشان الاقتصادي بمستقبل البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي او الثقافي هذه يعني من ناحيه الناحيه الثانيه هو الجزائر المنظمات الاهليه ما يسمى بالمنظمات الاهليه او او جمعيات المجتمع المدني تقريبا غائبه عن الساحه او انها مغيبه لان من الصعب جدا ان تجد قاعه في الجزائر تجتمع حتى تناقش في امور بسيطه دائما يجب ان تطالب الاذن من الولايه ومن إدارة. من الشرطة لغاية ذلك. الشيء الثالث هو لا يوجد غلي يعني لا يوجد عمل على مستوى المدارس والجامعات. الجامعات لا تشارك في نقاش مثل هذا، لا تشارك أين المستقبل الجزائر في الاقتصاد؟ أين الموديل الإنرجيتي يعني في مجال الطاقة؟ كيف يعني نعزز البحث العلمي؟ لماذا حطم التعليم التقني في الثانوية في الجزائر؟ لماذا لا توجد هناك زرع؟ يعني هذا النقاش لا يهمنا، أما إذا كان النقاش يتعلق بكرة القدم وانا اذكر كرة القدم للمثال فق... <سؤال> فقط عفوا للمثال فقط <applause> وليس لأي مشكل مع كرة القدم يعني تجد كل الناس يهتمون كل الناس يقولون كرة القدم واللاعب الفلاني والكرة الفلانية والمرمى يعني عليهم طيب ولكن ربما ليس الموضوع معقد نوعا ما ربما فيصل المطاوع أنا اعتقد أنت خلفيتك درست تجارة في الجزائر في الجامعة ولكن أليس الموضوع معقد ما هي مسؤولية النخب مسؤوليه الجزائري الذي له مسؤوليه وزير معنا الاستاذ علي بن نوار في الاستوديو وزير ويحذر من هذا الامر ويتحدث ايضا عن مسؤوليه الجزائري الذي يشتغل في وزاره مهتمه بالميزانيه اين الضمير الجزائري الذي ربما لا يفكر في الاجيال المقبله قد يكون احفاده وان كان البعض ربما يعيش ليس في الجزائر ولا يهتم بالتالي لمستقبل الجزائر يعني مشكلة هذا طبعا لا الوم الناس هكذا يعني جزافا او بطريقه اعتباطيه انا يعني اقول ان المسؤوليه اولا هي مسؤوليه النخب للجديد يعني النخب هناك اطارات لا اقول كل الاطارات غير جزائريين او انهم لا يهتمون بمستقبل البلاد بل هناك اطارات يعني في كل الوزارات وفي كل الهيئات تفكر وتعمل وتحاول ربما ان تستدرك بعض الاخطاء وحتى ربما ان لم تكن الاطارات موجوده ربما الجزائر ذهبت الى يعني لكن اين النخب؟ يعني ال... احنا احببنا الاساتذه الجامعيين والباحثين وكل من يعني يقوم بالابحاث ليس فقط في المجال الاقتصادي فقط يعني في المجال المجالات الاخرى يعني يبسطون المفاهيم كذلك للجماهير حتى نستفهم لا نقول لك آه يعني نقص الفهم ولكن علينا ان نوعي الناس هذا المشكل مرتبط كذلك آه بغياب الشعور بالمواطنه يعني الناس لا تشعر انهم مرتبطين بالارض آه عندما يذهب الى البلديه اي جزائري او يعني البريد لابوست او يذهب الى يعني يعامل يعني بصفه شنيعه بصفه رديئه جدا وبالتالي في الناس كانهم لا يكرسون بهذه البلاد م. هم ما يهمهم ان يعيشون يعني تكون لك لقمه عيش ربما لا نلوم على هذا ولكن اذا نظرت الى لا ستكتور <تصفح> يعني التركيبه الاقتصاديه الجزائري تركيبه تقريبا موجوده خارج القانون تركيبه انفورمال ستير انفورمال 60% من التعاملات الاقتصاديه بالجزائر يعني خارج خارج الضرائب وخارج رقابة الضرائب الى 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 اين نتجه بهذا بهذا الامر؟ يعني لماذا لا نحل المشكل من 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 البدايه؟ يعني اولا يكون هناك تدريس حقيقي للتربيه المدنيه يعني الارتباط بالارض، الارتباط بالوطن، الارتباط بالامور هكذا ثم يعني نعد الامور باشراك الجميع لماذا لا لم نناقش مع الناس؟ لماذا لا نفتح يعني سونداج يعني عن طريق التلفزيون وعن طريق الصحافه وعن طريق الامور يعني كل هذا كل الامور تشابكت تشابكت طيب في ف... فيصل علي بن نوار يقول بانه المشكله اساسا جذرها سياسي مشكله منظومه حكم و... هل ترى بانه أيوة هناك من يرى انه ربما هذا هو المراد انه من هذه السياسه وليس لن تكون هناك اراده وبرغم وجود الخبراء في ان تكون هناك يعني يكون هناك اقتصاد شفاف من يستفيد من الوضع الحالي يريد ان تبقى الاوضاع هكذا مثلما كنت تتحدث عن الاقتصاد الموازي المارشينوار شكاره وغيرها نعم نعم طبعا و... أنا عندما حد تحدث واذكر لك هذه الامثله يبقى المشكل يعني بالاساس سياسي طبعا هو مشكل سياسي انت لا لا تبدا تقول انني صوتوا علي وسابقى رئيس الجمهوريه وانا جالس فوق الكرسي وساسير البلاد وانا ون... هو يعني كانوا يقولون لنا في الحمله الانتخابيه في ابريل نيسان الماضي ان رئيس هو الوحيد القادم على تسيير بلاده ولكن اين رئيس بوتفليقه؟ يعني لماذا رئيس بوتفليقه لم يسمع له صوت منذ شهر ابريل تقريبا يعني منذ منذ ست اشهر لماذا يتدخل عندما تكون ومراكز خطيره انت لا تقول أني عن القدره القدره كنت اقول رباني واستغفر الله في تسيير امور البلاد وانت يعني غائب عندما تطرح مشاكل خطيره للبلاد الان هناك مشاكل كبيره جدا فقط في الاقتصاد هناك مشاكل امنيه هناك تهديدات على الحدود هناك يعني النسيج الاجتماعي مهدد هناك ناس تطالب بالاستقلاليه هناك ارهاب هناك عنف عنف يعني تقريبا اصبح عادي هناك لابونيتي يعني اللاعقاب كلها مرتبطه بالحكومه بالوزارات بالمسؤولين هم عليهم ان يتخذوا القرارات في الوقت المناسب ولا ينتظرون ان تصبح الامور ولاحظنا في عده عده مجالات سبقت في المجال الاقتصادي عندما يعني كسفح الامور وتصبح الامور خطيره سو... اعطيك اعطيك مثال غير يعني لم تتدخل الدوله وانا اتحدث على الدوله وليس على السلطه الا عندما اصبحت الامور خطيره وبالتالي فهذا كله مرتبط نعم بسوء التسيير سكون مو او يعني الحكامه رديئه جدا البرلمان لا يتدخل إنه مغيب مجلس المحاسبه مغيب المعارضه مغيبه كل من يحاسب او يراقب على تسيير المال العام مغيب يعني هذا نمط هو الذي سيذهب بالجزائر الكارثه، يعني كل كاننا لم نحفظ الدروس 52 سنه بعد الاستقلال لازلنا يعني الاقتصاد الجزائري لا زال مرتبط بالبترول والغاز، لا يوجد اي يعني منظومه مصرفيه معاصره، المؤسسات الكبرى العموميه لا زالت تدعم من قبل الدوله، الاقتصاد لا زال مهمش، لا توجد منظومه ثقافيه مترابطه في البلاد، يعني هذا يعني ان الناس يعني كونستيشن قصد... يعني هناك فس... لا اعلاق فساد ولكن الفشل في عده مجالات ولكن من الحسد شكرا جزيلا لك فيصل المطاوي كاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر ما رايك استاذ علي بن فيصل يتحدث من الجزائر يعني نعم انا نظن باللي هو من الناس الواعيين من الصحفيين الواعيين ويعني ولكن اصبحنا نهضروا في الفراغ يعني شو الواحد يهضر مع الحيط يعني قال لك كما يقول لك لي شيان بوا لا كارافان باس هذه هي سياسه سياسه لسياسه الحكم الراهن يعني هضروا على رواحكم انتم احنا نخ... 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 دايرين راينا دايرين راينا وانتم غير غنيوا على رواحكم ولكن متى... هذه المره صندوق النقد الدولي مثلا هو الذي يعني يحذر الجزائر يعني هذا ليس سياسي له ربما طموح ان يكون ان ينافسهم في الحكم مثل صحيح علي يعني ومالهم. نعم صندوق النقد الدولي كان يحذر كذلك الجزائر في 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 الثمانينات ولكن واش من نتيجه يعني واش واش نتيجه هذا اللي يعني لم ما دام الجزائر ما دام الخزينه معمره معمره يعني فيها فلوس حتى حتى صندوق النقد الدولي ما يهمهمش واش يقول يهضر على روحه علاش يقول لك حنا رانا مسلفين لهم حنا يعطينا 5 ملايين 5 ملاير دولار للأفامي ام اي يحلوا فوامهم يعني ما هوش راح ياثر هذا التصريح تاع صندوق النقد الدولي فما تحرمش يعني بزاف ما هوش راح ياثر على على السياسه ما كان حتى حاجه راح تاثر عليهم ما كان حتى حاجه لا المعارضه ولا ولا تحذير صندوق النقد الدولي ولا تحذير اي ولا بلد. ولا ضمير مثلا ولا ضمير ما عندهم ولا ضمير ما عندهم ولا ضمير اللي اللي عندهم ليس هناك ليس هناك يعني على الاقل واحد يقول يا جماعه قبل ان نرصد ميزانيه ب 263 مليار دولار دعنا نتحقق من اننا انفقنا ميزانيه الخماسي الماضي اللي قبله اذا والصحافه تتحدث انه ربما بعد الـ بعد القطاعات لا يصرف منها هذا إلى 30 هذا بلد. سمحت لي باش نهضر لك على الكفاءات الوطنيه ونهضرو مثلا على اعضاء الحكومه، درك انا قصدي ماهوش باش نقول باش نقول بلي هذه الرداءه هذه يعني راهي تمس كل كل الوزراء، يعني ما عندناش اطارات اللي عارفه واش راهي تدير واللي عندها عندها خبره وعندها لا، لكن ونا شكون الوزير اللي عنده الشجاعه باش يقول لرئيس الحكومه ولا لرئيس الجمهوريه راك غلط مانيش موافق مع سياستك في الحين يطردوه. في الحين يهز كراوز ويهز قشوي ويروح. اذا صبحوا متحفظين يعني يعني متخوفين يعني حتى ولو عنده راي راي خاص يعكس سياسه الحكومه يخليها عنده خليها يعني معليش هذا الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا الاجنبي زين زيدان من صندوق النقد الدولي يعني قلبه يوجعه يعني. والساكت على الحق شيطان أخرس يقول الحقيقه بينما جزائري يرى المنكر امامه يرى ربما رهن مستقبل بلد واجياله ويسكت هكذا يعني. ولكن هذا الاطار تاع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي هو اللي خلص اللي <applause> يخلص له <الصالحية> السالير نتاعو يعني <applause> ومن واجب الواجب نتاعو من صلاحيات نتاعو من الواجب نتاعو باش 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 يصرح الجزائر لان الجزائر عضو من الصندوق النقد الدولي عندها واجبات والافامي عنده كذلك واجبات يعني يلتزم ب, ب... بتصريح في 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 الاستشاره تاعو في القول نتاعو الى اخره يعني هو في دوره يعني موش حبا للجزائر موش غارته يعني وجعوا قلبه كما راك تقول لا هو يخدم في خدمته وتوعنا وتشوف ورانا راح نشاهدوا وتشوف اذا كان طيب. وتشوف اذا كان راح يغيروا السياسه تاعهم بعد هذا التصريح تاع تعال تاع برغم أن الواقع يعني تقول يعني يعني صفارات الانذار تطلق اليوم النفط نزل اقل سعر له في عامين آه هذه حاجه اخرى في عامين اليوم كان... نزل نعم. وتوقع و... ربما ان يزداد انهيارا في, في الايام المقبله فيه ثلث مخاطر الخطر الاول هو انخفاض سعر النفط وكنا حذرنا الحكومه مثلا تقرير تاع نبني فيه خبراء جزائريين يعني لمس بهم اللي بداوا يحذروا الحكومه باللي ها واش يصير لو كان ما تغيروش السياسه تاعكم لكن هذا كلام يعني دخل منا وخرج منا في خطر ثاني وهو انخفاض الانتاج والانتاج هذا كذلك اصبح ملموس يعني لاحظنا انخفاض في الانتاج الوطني للمحروقات انتاج الناحر. يعني بنسبه 20% اظن في 2013 بالنسبه ل 2012 وفي خطر ثالث وهو الاستهلاك الداخلي نتيجه نتيجه هذه الاعانات هذا هذا الدعم الدعم تاع دعم تاع, تاع هبال اللي ما عنده حتى معنى اللي ما عنده حتى معنى يعني اللي موجه الى الفقير والغني يعني كان ممكن يقولوا مثلا فيما يخص وهذا فيما, خص فيما يخص الوقود الليسونس انه يقولوا الجزائريين يا جماعه خلي الاجيال المقبله معليش نرفع شويه اسعار صح ما خلاو لهم حتى حاجه خلاو لهم غير ليسونس باش اللي يحرقوا باش يضلوا يدوروا بالسيارات نتاعهم ما تنجمش تنحي لهم درك الحكم السلطه لا لوجيك نتاعها ما تنجمش تنحي لهم هذاك لي بيتي زافونتاج اللي خلاو لهم هذيك كن... ما عندهمش فقط ليسونس عندهم لونساج يشري يعطيهم إيه مليار يشري بها كات كات إيه. 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 هذه هي هذه هي السياسه هذه هي السياسه اللي كنت نحكي عليها هذا الخطر الثالث ربما اكبر خطر لانه كل سنه نشاهدوا ارتفاع في 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 الاستهلاك الداخلي للمحروقات يعني حتى اذا كملنا في هذا هذه الوضعيه هذه في 2019 ربما حتى اذا الاسعار ما ما بقات كما هي والانتاج كما هو ما منزلش ما نزلش ما انخفضش ما محال ما نقدر ما نصبح يعني ما نقدرش نصدر كل الانتاج نتاعنا يكون مستهلك داخليا ولكن لهذا السبب ربما قالوا بانه تجنب لتجنب هذا راح نعمل الغاز الصخري نستخرج الغاز آه هذا باش يزيدوا يطولوا شويه يطولوا في خايفين اذا كان اذا كان اذا كان ينشفوا الابيار نتاع نتاع حاسي مسعود وحاسي رمل ويلقاو روحهم في حاله حاله خطيره مثل ما صار في اكتوبر 88 م. نذكر نذكر انه اكتوبر 88 كان نتيجه نتيجه الانخفاض سعر النفط في سنه 86 ونحن على ابواب ذكرى 5 اكتوبر بالضبط فالاصلاحات اللي جات ما بعد هي كذلك نتيجه هذا الوضع الجديد يعني يعني للاسف الحكم او النظام ما يفكر في الاصلاحات الا في لما يكون في معسكر كبير يعني يكون في ازمه ماليه كبيره كي تفرغ يفرغوا تفرغ الخزينه يبداوا يفكروا في الاصلاحات لكن النظام وهذا الغاز الصخري نعم. هذا نبه باللي خطوره كبيره يعني استغلال هذا الغاز راه ربما يكون خطوره كبيره للاقتصاد الجزائري كارثه بيئيه كارثه كبيره لان عندنا المياه الجوفيه اللي هي مستقبل البلاد اللي هي ربما راح تمنع الجزائر من 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 المجاعه اللي راه اللي رانا شايفها يعني غدوه مع ان المياه هذه اللي ملايير من سنه وهي وهي تتعمر هذه الابيار هذه هذا وهناك تقرير من من الناس نعم. يقول بان الجزائر تحتوي على أضخم خزان مائي نعم تحت وإذا, كان واذا كان واذا كان المال اللي راه لتحت خمجناه نعم. بال خلال استغلال هذا الغاز الصخري ولي ناب هذو انتر انتركونكتي يعني ربما راني غلط ولكن لازم يكون تحقيق اكثر لازم تفكير اكثر وبالاخص لازم يكون تكون استشاره شعبيه يعني في اي بلاد يديروا ريفرندوم في, في قضيه مثل هذه يعني اللي تمس مش الاقتصاد نتاع البلاد فقط يعني الجيل الحالي ولكن يمس مستقبل الجزائر الاجيال القادمه يعني رايحين اذا كان هذا ولكن فيما يبدو ليس هناك هذا الموضوع في طبعا هناك رفض فرنسي ولكن يبدو أن فرنسا حابه تعلم الحفافة في روس لتامه في الجزائر وفرنسا منعت نعم منع ولكن راح يعملوا تنقيب في الجزائر نعم خطر خطر عندهم عندهم بحث عندهم ماذا بهم يجربوا يجربوا التكنولوجيا تاعهم حتى مثل ما عملوا في في ال في الاسلحه بالاسلحه النوويه يعني يستعملوا بلدان الصحراء الجزائرية بالصحراء نعم يعني هذا حتى لان منعوها في في فرنسا ولكن باش ما تكونش عندهم روتار باش ما يكونوش باش يتخلفوش في البحث وفي في ويجربوا التكنولوجيا تاعهم لازم لهم بلاد وين يقدروا يديروا هذا تجري التجارب هذه يعني بدون ما بدون ما يفوتوا على البرلمان الفرنسي يعني كان من الافضل انه بدل من استعمال هذا ربما التركيز استغلال هذه المياه الجوفيه في تطوير مثلا الزراعه افضل ربما استثمار افضل من هذا الغاز الصخري الذي او الذي امريكا الان اصبحت غيرت المعادله في السوق عالميا واحد اسباب تراجع النفط هو زياده الانتاج الامريكي من هذا وربما الاسعار ستنهار وستكون هناك تخمه في السوق فيه جانب مصدر. فيه جانب سلبي اخر وهو حتى اذا يعني ما فيهش مضره كبيره ما لازمش نستغلوه خاطر اذا كان تطرقنا الى الغاز الصخري معناتها رايحين نستمروا في في التبذير في, في الريع يعني في ليكونومي نعم, يعني نعم بالضبط يعني يعني نزيد نوخر ناجل الاصلاحات الهيكليه اللازمه ونبقى دائما في تبعيه المحروقات ما الذي يمنع الجزائر انه موضوع مثلا حتى وكاله الطاقه الدوليه التي تحرص على مصالح الدول المستهلكه للنفط هي تتوقع انه مصدر الطاقه خاصه الكهرباء توليد الكهرباء في المستقبل هي الطاقه الشمسيه والجزائر نعم. بالاحصائيات افضل مكان ل يعني للطاقه الشمسيه لاستخراج الطاقه الشمسيه في العالم. ما الذي يمنع الجزائر؟ وكان هناك مشروع الماني في هذا ولكن قبر. ما الذي يمنع ذلك؟ الرداء الرداء يعني الحكم هذا ما ينتج منه ولا شيء. الرضاء من مع ايرادات خارجيه مع فرنسا مثلا لا هي هو كل بلاد دفع على على مصالحها المفروض احنا كذلك ندافع على مصالحنا هما كل بلاد تنوع المصادر تاع الطاقه تاعها انطلقوا إلى, الى الطاقه الشمسيه الى الرياح الى الجيوثيرمي الى يعني فيه يعني اجماع في كل بلاد انه الحل الوحيد هو تنويع تنويع مصادر الطاقه، يعني ما لازمش نركز نكون نكون تكون تبعيه تامه لطاقه معينه، يعني مهما كانت نوعيه الطاقه. يعني شويه من 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 الطاقه الشمسيه، شويه من المحروقات، شويه من ذيك، شويه من لكن احنا كل شيء كل الطاقه تاعنا مركزه على المحروقات وهذا الخطوره الكبيره هذه يعني؟ قد يقول قد يستمع من الان الينا وزير الماليه في الجزائر وحتى عبد الملك سلال رئيس الحكومه و... ومن اصحاب القرار حتى في الجزائر يقولون انتم ربما تبالغون الجزائر مرتاحه عندها فلوس عندها مخبيه 200 مليار دولار الخلا تاعنا هذا هو هذه الثروه النفطيه هذه هي اللي تسببت في الخلا تاع البلاد ومش غير الجزائر ولكن خاصه الجزائر لانه نشاهدوا مثلا بلدان المشرق عندها عندها نوعة نوعة الصادرات نتاعها، نوعة الاقتصاد نتاعها ما عدا الجزائر، يعني بقينا مثل ما كنا في 73. مبدا النفط يعني في نفط 73 ما كانش دولة اسمها الإمارات، الآن الجزائر تستورد نعم. الخبز المجمد من الجزائر. شوف مثلا نعطيك مثال بسيط. ما دام نحكيو على المالية وعلى الاقتصاد. آخر دولة في العالم في ال في, ال في سوق الأسواق المالية هي الجزائر. البورصه تاع الجزائر ميتة علاش هذا السؤال نطرحه لك نطرحه مترحول على الشعب الشاب الجزائري وزير الداخلية قال بانه في سكوار ودحوا قبلية في سكوار بورسعيد يعرفون من بالعكس ربما يعرفون الوضع جيدا على علم بما يحدث البورصة في, البورصة في البورصة يعرفون من يتحكم شوف روح روح مثلا للسعودية ولا الكويت ولا القطر ولا أي بلاد وين تحب كي تحكم تاكسي تركب في تاكسي عاده تاكسي السائق يبدا يحكي قال لك والله انا شاركت ساهمت في الاي بي او بيو شركه الفلانيه دخلت البورصه وعرضت على الشعب ان الاسهم مثلا صدروها بدولار واشترى بدولار وباع بدولارين يعني يعني وعمل ارباح الى اخره يعني الناس كلها تتعامل تتعامل مع هذه الوسائل العصريه الحديثه لل عندنا مثلاً. بورصه في الجزائر فيها اربع عندنا شركات كبرى عندنا الريح عندنا عندنا الريح عندنا شبه بورصه وهذا عيب عيب كبير يعني انا يعني استحي لما لما احكي على هذا انا كنت يعني جزائري مثل اي جزائري ومانيش فاهم هذا مرتبط بالسؤال اللي طرحته عليا علاش يعني واش واش من عيب فينا حنايا اللي بقينا يعني متخلفين في كل في كل الميادين نعطيك مثلا مؤشرات يعني هذا اذا كان الحكومه غدوه قال احتجت وقالت والله هذا والي وفلان راهم غير ينتقدوا في بلادهم وغالطين والارقام اللي قدموها غير صحيحه الى اخره انا يعني نقول لهم نعطي لهم اربع مؤشرات اخترت اربع مؤشرات مؤشر الرشوه في الترتيب 112 على 182 مرتب الرفاهه تاع ليغاتوم يعني عاده معاهد مستقله يعني ومعروفه وعندها مستقية كبيره اخر بلد في المغرب العربي مؤشر الديناميكيه 61 على 61 يعني اخر بلد فيما يخص الـ الـ هذا المؤشر الديناميكيه اللي يجمع النظام المصرفي ريجيم دي ليجمع التنافسيه كومبيتيتيفيتي فيسكال ايكونوميك لا ستابيليتي بوليتيك لو كليما ديزافير والتجاره الخارجيه يعني اخر بلد 61 على 61 اللي هي واخر مؤشر هو تابع اخر بلد م... في العالم ايه اخر وهذا دوينغ بيزنس تابع مؤشر تابع يصدر من البنك الدولي بنك مونديال في ما بين 189 بلد احنا في المرتبه 153 في 2012 وهذا المؤشر هذا Doing business على جو الاعمال الى اخره مثلا كم وحتى اذا اخذت لو مثلا كيفيه انشاء شركات مثلا بروسيدور كيسون دونتربريز احنا في المرتبه 164 على 189 هذا السؤال بغيت بغيت نطرحه بغيت نطرحه الحكومه الجزائريه جاوبونا على هذا المؤشرات ما تجاوبوش علي بن ولا اي معارض جزائري جاوبوا المؤسسات والمنظمات اللي قاموا بهذا بهذا المؤشرات وحطونا في هذا الترتيب هذا بعض يقول هذه مؤامره لا يمكن ان يحدث في الجزائر بلد آه غني وعنده آه امكانيات وان ترتب دائما في المراتب الاخيره وما نصدر الى 2% من 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 خارج القطاع المحروقات يعني بعد 50 سنه يعني ما نصدر اقل الا اقل من مليار دولار معناتها غدوه اذا كان نشوفنا الابيار كيفاش رايحين نديروا واش رايحين نديروا؟ ما دام وي... ما, ما نستوردوا مليار قداش رايحين يدوموا قداش رايحين يدوموا؟ عندك مثلا اليوم نستوردوا ب 70 مليار دولار وما نصدروا الا مليار دولار واحد خارج قطاع المخلوقات. إذا كان شفنا الأبيات واش رايحين نديروا؟ ما دام رانا نستوردوا ب 70 مليار دولار كيفاش رايح تغطي العجز تاع 69 مليار دولار؟ كيفاش ما يسمى هذا تاع ضبط الميزانيه والذي يبقى يقال الصحافه الجزائريه انه في تراجع هذا الذي يحدث الفرق لان الميزانيه 37 دولار والباقي يذهب الى هذا, لا لا, هذا لا لا هو, لا كاين مقابل مقابل الاحتياطات الخارجيه ريزيرف دو شونج 200 مليار مقابلها بالدينار هو الفوند ريجولاسيون دو ريسيت يعني مور اور ليس يعني اذا استعملت هذاك الفوند ريجولاسيون دو ريسيت لاستيراد سلع معناتها رايحه تاثر على الاحتياطات الخارجيه قد ما تنقص من تنقص من تستعمل هذاك الفون دي دو جزء محليا وجزء الاستيراد لان يعني عارفين من جو ولا شيء معناتها كل ما مثل الاجور قد قد ما ترفع الاجور قد ما ولا الاعانات الاجتماعيه لي دام قد ما اونكروز لو ديفيسيت الواردات ترتفع ليش؟ لانه ما ننتج ولا تقريب ولا شيء يعني كل ما هو كل القدره الشرائيه تاعنا مغطيه من الاستيراد من الاستيراد هذا هذا هو الخطر معناتها غدوه اذا كان نشفوا البيان باش رايح تغطي انت الواردات نتاعك لي ديبورتاسيون باش رايح تتمولهم بمليار دولار هذاك اللي تصدر خارج قطاع المحروقات معناتها راح راح يكون لك عجز مالي سنويا ب 90 60 او 80 او 90 مليار دولار سنويا واش يكفي واش يكفي الاحتياطات الخارجيه؟ الكتله كتله مليار. الاجور فقط الوظيفه العمومي 20 مليار دولار وربما في زيادة 20 نعم. مليار كتلة الأجور لا إيه؟ لما صلى غير نعم. الحكومة التي تدفعها الحكومة 20 مليار دولار سنويا إيه. وال... والنفقات العسكرية كذلك يعني هذا ثاني من داخل أنا بالنسبة لي دخلوا في التبذير دخله في التبذير لأن قوة قوة أي بلد مش جاية من من قوتها العسكرية جاية من اقتصاد قوة الاقتصاد شوف مثلا سويسرا ما عندها جيش ما عندها ولكن حسن الجوار سياسه حسن الجوار سي سياسه الليبراليه اللي تسمح للسويسريين ينتجوا يفكروا يصدروا فهمت حتى الـ لكن الـ قد قد يرد عليك البعض يقولوا سي ياسب انت تعيش في سويسرا وربما الجزائر في بلد في منطقة في يعني فيها مخاطر تتابع الاوضاع هناك بروز هذا تنظيم داعش الجزائر بحاجة الى ان تكون لها انفاق عسكري 15 مليار دولار ميزانية أخير الأمور أخير, أخير, و... اخير الامور اوسطها انا مانيش مانيش نقول لك باللي لازم ما لازمش تكون يكون جهاز عسكري ولا ما لازمش لا ابدا لكن شوية شوية للجيش للدفاع وحتى اذا حكينا على الدفاع وش هو الدفاع؟ الدفاع ماهوش معناتها الاسلحه. الدفاع الوطني يدخل في الدفاع الوطني الاقتصاد. الاقتصاد داخل في الدفاع الوطني لكن هناك, مش ولكن هناك مشروع وطني نعم, نعم جزائري ولكن لانتاج عسكري لانتاج مصفحات يعني احنا نستورد الاسلحه تاعنا مثل ما نستورد الزيت والقمح والسكر والحليب وذيك وذيك والسيارات يعني نستورد كل شيء يعني يعني كما كما اسمح لي القول في حصه سابقه الركبه مايله الركبه مايله لازم اعاده نظر في كل ما هو ما هو ما هو ما هو, ما هو. في, في, في كل قطاع كل قطاعات لازم اصلاحات هيكليه في كل قطاع وهذه <applause> الاصلاحات الهيكليه الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والجبائيه وذيك وذيك, وذيك. من المستحيل أن كان نقوم بها اذا ما قمنا بالساس الاصلاحات السياسيه والمؤسساتيه <applause> هذه الاصلاحات هي هي اللي تاثر على الـ هي الـ اساس الاصلاحات يبقى معنا استاذ علي بن نواري فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود لمتابعه النقاش بكم مجددا إلى هذه الحلقة عنوانها الجزائر دولة مبذرة كما يقول صندوق نقد الدولي نحاول قراءة المشهد الجزائري من خلال من زاوية هذا العنوان معنا دائما في الاستوديو علي بن نواري وزير الخزانة الجزائري الأسبق وسيد علي بن نواري كنا نتحدث وتتساءل الجزائر بلد ربما الوحيد الذي ليس فيه تلك ذلك الانفتاح المالي وموضوع البيرو دو هل هل في اعتقادك هل هذا مقصود مثلا ام ان ام انه البعض يذهب الى مذهب انه مقصود هناك من مستفيدون من الوضع كذا والجزائر البلد الوحيد التي برغم انخفاض الاورو في العالم يبقى مرتفعا في الجزائر اذا غبنت المواطن تغبن العمله تاعه واذا غبنت العمله تغبن المواطن يعني في ارتباط كبير ما بين حريه المواطن وحريه العمله باستثناء البلدان اللي ما عندهاش الاحتياطات الماليه الكافيه للدخول في في مرحله تحويل حر للعمله للعمله يعني حتى تصبح العمله الوطنيه قابله للتحويل. يعني كان منذ زمن طويل كانت الجزائر ما عندهاش الاحتياطات الكافيه، يعني التغطيه، يعني تغطيه الخارجيه بالعمله الصعبه او بالذهب. لكن اليوم آه، هذه التعطية موجوده اذا السؤال اللي هو مطروح وش هو السبب اللي خلانا اللي خلينا افيك اون يعني عمله تاع شواده كما يقولوا يعني اللي الناس ما عندهاش ثقه فيها وحتى وصلت تهرب منها يعني يروحوا لبور سعيد ولا عين فوارا يبيعوها ويشريوا وي... اذا ما صدروا ما جابوا ما جابوا موارد يعني سلع ويبيعوها في السوق السوداء بالرشوة تاع 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 الرشوة تاع لادوان وتاع الشرطة وتاع السلطة القضائية يعني كارثة كبيرة هذه الرشوة قضية الرشوة مرتبطة بالسوق السوداء إذا ما ما استعملوا هذا الأموال اللي يشروها هذا العملة الصعبة اللي يشريوها في السوق السوداء إذا ما استعملوها بهذا يستعمل يعني يهربوا يستعملوها لتهريب الأموال تهريب الأموال تاعهم ويحطوها في الخارج يحطوها في الخارج وما ترجعش للبلاد ماشي وعلاش ما ترجعش للبلاد؟ اذا كان لسببين او ثلث اسباب، السبب الاول هو سياسي والسبب الثاني هو اذا كان دخل ما يقدرش يخرج اذا كان دخلها دخل هذه الاموال هذه اذا دخلت ما تقدرش تخرج. والسبب هذه هذا سبب سبب سياسي وسبب اقتصادي. والسبب الثالث هو الضرائب، يعني النظام الجبائي تاعنا اللي وفناه من فرنسا، عينا ما نطبب فيه، عينا ما نسقم فيه، ماهوش متماشي مع 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 الاقتصاد ومع مع مع مع, مع الاقتصاد الجزائري، احتياجات الاقتصاد الجزائري. هذا النظام لازم يتغير. قداش الواحد يقول لك انا, يا ما أنا ما نديكلاريش نديكلاري إن انا تعود دولة شريكه معايا انا نخدم ويا تدي لي نص ولا ربع في المقابل في طبعا الدوله دوله الصندوق النقد الدولي يحذر او يدعو لوقف منح الريع للقطاع الخاص هناك طائر الان بروز بعض المحظوظين إيه من هذه إيه نعم من نعم نعم وهذا على وهذا, وهذا ما وراء هذا الملاحظه هو الاستعمال القوه قوه المنح تاع العمله الصعبه لأغراض أو لصالح قطاع لصالح شركات معينة أو صات معينة يعني يمنع الناس يعني هذا عدم قبول للتحويل الحر باش يكون تكون السلطة عندها احتكار عندها عندها احتكار فيما يخص استعمال استعمال العملة الصعبة يعني العملة الصعبة ما تصبحش لاكسي نتاعها ديمقراطيك عندك اموال عندك مثلا عندك فلوس عندك اموال عندك يعني مرفه خدمت كسبت كسبت شويه مال ما, ما, يخليكش تستعملو بصفه حره يعني اذا كان بغيت يعطيك الدوفيز لازم لازم رخصه لازم رخصه معناتها ليتا دوفيان لو ديسبونساتور دو لا دوفيز سادير سي ان بوفوار اللي عنده ان بوفوار ابسوليو سي لوتيزاسيون دو لا ديفيز ما يحبش يمدلك ما يمدلكش تموت ما تقدر تصدر ما تقدر تستورد هذاك يحب يعاونو يمدلو يسرحلو الروبيني وهذا اللي شاهدناه دونك سيت انسترومون دو بوفوار الشعب نتاعنا لازم يفهم باللي سيت انسترومون دو بوفوار هما يقولوا باللي لو كان غدوة تولي الدينار يولي ديفيز الاموال نتاعنا كلها تهرب هذا بالعكس اليوم اللي راهي تهرب والدينار والدينار ربما لا يعرف المتخصص أنه لا يشعر المواطن أنه الحكومة البنك المركزي يقوم بتخفيضه إيه نعم يعني بشكل دوري نعم هذا وهذا يزيد التضخم ويضعف القدرة الشرائية نعم ولكن هذا تابع سياسة البنك المركزي اللي هي سياسة نقدر نقول كلاسيكية كلاسيكية علاش إذا كان فيه ضغط كبير طلب كبير والعرض نتاع العملة صار مثل ما رانا شاهدوا إذا كان عجز مالي في عجز في ميزانية المدفوعات بالونس دي فعندك دائما دير كما بكري ليسونس دامبورتاسيون ولكن مادام درنا الاتفاقيه مع اوروبا الى اخره ما نقدروش قال ما نستوردوش السلعه الفلانيه ولا من البلاد الفلاني يعني هذه اشكاليه الاو ام سي مطروحه بهذا لازم ال... نشوفها من هذه الزاويه اليوم الشيء الوحيد اللي يقدروا يديروه هو انخفاض تخفيض سعر الدينار ولكن بصفه يعني سموث يعني ما, ما لازمش تكون يعني يفضحوها سالي سالي يعني سايلنت يعني كل 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 شهر كل ثلاث شهور كل ست شهور يقصوا شويه واحد في المئة اثنين في المئة يعيطوا له انجليسما يعني ما تنجم تشاهد أهمية هذا الانخفاض إلا إذا شفتها في مدة فترة سنة أو سنتين طيب. لكن يوميا من يوم الى اخر ما تقدرش تحس بها تشعر بها اشرت الى وهذا كله باش باش ينقصوا في الاستيراد ولكن بصفه غير غير واضحه نو اسومي يحبوش يقولوا خاطر لو كان يقولوا باللي رانا خفضنا سعر الدينار باش نخفض في الاستيرادات معناتها راهم حسوا بالفشل مادام هما ما يقولوا بلي رانا فشلنا يقولوا لا رانا الحمد لله الى اخره دونك و... سي كي يقولوا ان ديفالواسيون سي ان ايشيك سي توجور ان ايشيك واشرت الى الوامسي منظمه التجاره العالميه طبعا لويزا حنون تتحدث انه هذه مؤامره كبيره على الجزائر هل هناك فعلا جديه بالالتحاق بهذه المنظمه؟ هناك من يرى العكس عكس ما تقوله لويزا حنون ربما بالعكس يفرض مزيد من الشفافيه لويزا كيفاش لويزا حنون تقول بانه هذه مؤامره وهي انه الالتحاق بالوامسي وهذا السيد هذا السيد اختصاصيه في الاقتصاد ولا فاش مانيش فاهم دور تاعها هي تتحدث انه حرصا على مصالح الجزائر تقول هذه مؤامره كبيره في المقابل هناك ما له وهي اكبر مدافعه للنظام الجزائري انا مانيش فاهم ماذا بيا اذا كان عندك ريفيرونس اخرى لا وضح الجزائريين هذا الموضوع انه هناك من له راي اخر العكس نعم. انه الالتحاق بمنظمه التجاره العالمية يفرض مزيد من الشفافيه شوف ربما ل... ويوقف هذا التبديل هذا ما الانتماء لل OMC ماهوش سلب يعني في ذاته مليح مم. ولهذا معظم البلدان في العالم داخلين في ال OMC ولكن احنا ماناش بلاد نورمال ماناش كيما البلدان الاخرى ما نصدروا والو ما ننتجوا والو المشكل نحبوش يستعرفوا به سي بوصا راهم يطبطبوا والباب دائما مسكر الحمد لله الباب مازال مسكر خاطر شوف الاتفاقيه اللي وقعنا عليها مع اوروبا يعني استيراد مواد من اوروبا بدون بدون ما, ما ما نقبض عليها حقوق الجمارك يعني دروات واش الفائده تاعها؟ ما احنا رانا نصدر هو هو الـ هو الـ هو الـ 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 لوجيك كي تكون يكون تجار متبادل نصدروا ونستوردوا احنا نستافدوا نصدروا اكثر وهو مثالي يصدروا لنا اكثر يعني وبصفه عامه التجاره الخارجيه ترتفع والانتاج الوطني يرتفع فهمت في سياق هذا اللي. لكن حنا واش رانا نصدروا؟ ما نصدروا ولا شيء، معناتها كل ما نديروا ديمونتيلمون دي, من دي دروا الدوان كل ما نزيدوا في, ال... في الاستيراد. وهل و... هذا مقصود هناك من يرى بانه لوبي الحاويات الذي يعترف بقوته حتى, نعم. حتى يحيا نعم. هو من يريد هذا أو نعم. نعم. لانه واحد ونستفر. اللي يستورد السيارات، واحد اللي اللي عارفينهم ما كان لا نذكرهم. عندك خبر قد يربحوا؟ عندك خبر ألف سياره؟ هذا مليح ثاني الشعب مع انه المفروض كحسب القانون كانوا مطالبين بانتاج مصانع خلينا مدام دام عرفتني بصفتي كاقتصادي خلينا شويه نحكي ونعطيو ارقام ال 500 الف سياره الخواص ومعروفين شكون الخواص هذو مش انت ولا انا ولا ولا شركه خاصه يعني عاديه بسيطه كل سياره المعدل الربح في كل سياره 1000 دولار 500 الف سياره معناتها ربح صافي 500 مليون دولار وهذا الربح هذا تاع 1000 دولار يدخل انت في بالك باللي يديروه بالدينار يقولوا خليها لي لهيه ولكن <applause> هناك من له راي اخر سيب سيب هذ الناس هذو اللي يستوردوا اللي عايشين بالامبور امبور, امبور كيما يقولوا من من صالحهم من الفائده تاعهم ما يكونوش دروا دوان من فائدة تاعهم تكون تجارة تاعنا اه اه يعني ليبراليزي اه 100% ماذا بهم ما تكون لهم ما تكون لهمش عراق هما يعتبروها يعتبروها عرقل؟ دونك ماذا بهم غاد يدخلوا للو ام سي كي يدخلوا للو يزيد يزيد تزيد الامور ت ولكن طيب ت... ت... هناك م... هناك من له راي الان راي اخر هناك يقول انه ربما هادو معروفون هناك من يتحدث تعال نسمي الاسياء بمسمياتها اغنى رجل في الجزائر برا يعني وهو م... قد يكون من الابرز المستثمرين في هذا القطاع هناك من يقول لا لم يعد له تاثير عملي هناك من يتحدث الان انه بالعكس هو على الاقل يصنع يحدث مصانع يخلق مناصب بشغل هناك من يتحدث انه من المستفيد من له الان حتى التاثير على القرار السياسي شخصيات مثل علي حداد رجل الاعمال الصاعد والصحف الجزائرية تتحدث انه اصبح يحصل على كل تقريبا في كل القطاعات في البي تي بي في حتى في قناعة في قطاعات متخصصه مثل البتروكيماويات هناك من يتحدث انه الان من المستفيد الاكبر من الاقتصاد الجزائري ليس شخص مثل ربرا انما شخص يتعامل مع النفقات العموميه يحصل على صفقات من الحكومه ما رايك أكيد. في هذا الكلام؟ رايي هو انه اقتصاد اللي مبني على او مركز على خمسه او عشر شركات اللي تشتغل بصفه احتكاريه ماشي حاجه مليحه ما لان ما فيهاش منافسه ما فيهاش اون ترونسبارونس شفافيه هنا لي مارشي اللي يمدوا له دون كيل كونديسيون يمدوا له لي مارشي وكي يمدوا له دي مارشي بوبليك اوتوروت ولا شمال فار ولا هو ما عندوش القدرات لا الفنيه ولا واش رايح يدير؟ يعني يروح للسوتريتونس هات برك كل لفعه هات ومن بعد بعد ما يسجل خمس عقود ولا عشره توتال تاعها 10 ملاير دولار هو عارف واللي مدها له عارف باللي ما عندوش قدرات ما عندوش الامكانيات وش يدير الو اروح ترى تحب دير براج في تزاير اروح او عندي انا يا باراج اروح نتعاملوا مع بعض تحب تدير اوتوروت ولا سيغمون دو توروت اروح المارشي او عندي فهمتني كيفاه صافي يدير ما عندها العمولات اللي كانت اللي كانوا يكسبوها لما كانوا الاجانب هما اللي يديو كل شيء هما اللي يعني يديو هذه العقود هذه كان كانوا يطلبوا عمولات قال ندير انا ابل دوفر انترناسيونال اعطيني 5 5% ولا ونعطيك المارشي درك سي بلوز انتيليجون قال نمدوا لونتربريز الجيريان ما فيها لا عموله لا كوميسيون لا بو ولا والو وكيفاش رايح الشركه الجزائريه تحقق المشروع هذاك اللجوء الى شركات اجنبيه وكي مبني على ايش هذا البارتناريا هذا؟ موش بارتناريا في الانتاج. بارتناريا في لا رياليزاسيون دو مارشي بوبليك ولكن اليس هذا ربما ربما يستفيد منه الجزائري افضل من كيما ربما يستفيد من التكنولوجيا افضل كيما استفدنا من لوطوموت على بالك لوطروت نتاعنا عيطو لها لوطوموت كيما واش استفدنا؟ خلصناها 3 4 فوا بلو شير وما نهدرش على السكندال نتاع لي كوميسيون. واش واش كسبنا منها درنا دي نوايو عندنا شركات الجزائريه قويه اللي تعرف دير دي زوتوروت والسكك الحديديه كيف كيف وهذه كيف كيف والبراجات كيف كيف هذه يعني طيب في رايك كب هل, هل يعني الذين يتحدثون عن الان عن نفود عن نفود رجال الاعمال الذين يحصلون على نفقات على صفقات كبيره مثل هذه هل من تحدث انه ترتيبات حتى مرتبطه بالعهده الرابعه من تم ابعاده مثل ابراب مثلا <applause> هل هل كلام حقيقي ام مبالغ فيه عن تاثير رجال الاعمال الان في اصحاب المال في القرار السياسي في الجزائر يعني حتى على حساب مراكز القرار السابقه يعني المؤسسه العسكريه وغيرها ما رايك في هذا الكلام؟ انا رايي انا موافق معك انا مع هذا الكلام هذا مع القول هذا لانه شوف مثلا الموقف تاع الباترونا تاع رجال الاعمال تاع الجزائر اكبر كونفدراليه هي لا اسمها لا اف سي اف سي اي فوروم دي شيف دونتربريز كيف كان الموقف تاع الفوروم دي شيف دونتربريز في هل كانوا كانوا نتر كانوا خرجوا من 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 النطاق نتاعهم صبحوا يديروا في السياسه صبحوا يديروا في السياسه بصفه غير مباشره قال احنا مع العهده الرابعه وبصفه مباشره قال نعطيه له ان بودجي واللي ما هوش واللي ما حبش تهدوا تهدوا عليه بالعقوبات قال هذاك راح نعاقبه وحتى من البدايه على هذيك اللي كان واحد كيما منصف سليم عثماني سليم عثماني يا اخي سحب روحه من من الفورم دي شيف دونتربريز علاش خاطر ما مشاش ما مشالهمش في الخط قال انا مانيش موافق مع هذا هذه السيره هذه يعني مشاو بعدين تم يعني ازاحته او إيه. او الانقلاب عليه كيف تفسر ذلك؟ خاطر كاين كاين رجال اعمال اللي كانوا ما كانوش مع العهده الرابعه حب ما حبوش ما, حب ما حبوش يديروا السياسه ولكن ربما رجال حمي. الاعمال كانوا كان موقفهم ربما العكس من مصلحه البلاد ان يبقى الرئيس بوتفليقه جزائر للاستقرار افضل ان يغامروا مع علي بن نواري او بن فليس بالعكس الجزائر في بين أيدي لا لا امنه ان يغامروا لا معكم ومع رشح اخر لا 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 لو كانوا يحبوا بلادهم ويحبوا يخدموا في جو نظيف ويزدهروا بوسائل بوسائل يعني مليحه بوسائل يعني نظيفه فهمت؟ لكانوا كانوا يدعموا يدعموا سياسه اخرى، لان هذه السياسه هذه ماهيش سياسه راح تدوم، يعني رايحه تدور عليهم حتى هما راح تدور عليهم. المنافسه تاع الخارج تاع ماهمش قادرين يواجهوها ماهمش قادرين يصدروا، يعني ما عندهمش سون فراجيل ما تخممش بلي هذه الشركات هذه يعني شركات ضخمه وقادره، والو ريح في الريح. بالعكس مليح لهم لو كانت تكون سياسه اقتصاديه اللي تعطي لهم الوسائل باش يتطوروا باش يتطوروا وباش يروحوا يمشيوا للخارج مثلا ويشريوا شركات هذا اللي كان داخل في البرنامج تاعي نعطيهم عمله حره نعطيهم نظام جبائي جديد 10% فلات تاكس 10% نعطيهم اعفاء جبائي ولكن بشرط 30% من الاموال المخزونه تاعهم اللي في السوق السوداء اللي راهم يتعاملوا بها في السوق السوداء تروح 10 سنين مده 10 سنين بدون فوائد تداع ب يعني تحط تحطها بدون فوائد لمده عشر سنين وتحط في صندوق وطني للتنميه لانشاء مناصب شغل مليون شركه مليون شركه في ظرف خمس سنوات اللي تمكننا نكون مليونين مناصب شغل ولكن مناصب شغل حقيقيه يعني اللي راح تزيد في الانتاج الوطني الانتاج الصناعي هذا كان المشروع يعني هذا الفكره هذه فكره مش راح تفيد الا الجزائريين اللي في البطاله تفيد تفيد البطالين خاصة الاطارات اللي تخرجت من الجامعة وما كان لهاش حظ باش تخدم وباش تبرز وباش توري ولكن تفيد الدولة ما دام يعني النوع الصادرات نتاعنا نخرج من تبعية المحروقات تفيد القطاع الانتاجي القطاع الاقتصادي ما دام الشركات الجزائرية نسمحوا لها تخرج للخارج وتشتري شركات في الخارج أي. وتجيبها لهنا وتنتج يعني جو ثوره صناعيه مثل ما قام بها اليابان في نهاية التس... أي. الوقت يضغط علينا شهر. سي بنواري أنت كنت تؤكد أن المشكلة مشكلة سياسية نعم سعيت للترشح الانتخابات الرئاسية سحبت ودعمت بعد ذلك المترشح علي بن فليس علي بن فليس أصدر أمس أول أمس الكتاب ما اسمه الكتاب الأبيض لتزوير الانتخابات وتحدث حتى عن شغور منصب الرئيس وحذر حتى من توريث الحكم سواء للمقربين من العائلة لشقيق الرئيس ومستشاره أو من الدائرة المحيطة الشعب كله متخوف ويحكي على التوريث هذا اللي ما عنده حتى معنى يعني مش في العقلية تاعنا في المطالية تاعنا واحد ما يقبلها يعني غير يقسوا عليها غير يقسوا عليها الشعب الجزائري راه ما يقبلش واحد يورث باباه ولا يورث خوه في الحكم هذه غير يقسوا عليها راهم غير يحلموا حلم ولكن التخوف تخوف ليجيتيم يعني الناس اللي راهم متخوفين عندهم معلومات يعني الرغبه نتاع الجماعه اللي راهم في الحكم هذه هي رغبتهم هما يعني يا اما الاخ ولا صديق ها شقيق ولا صديق منا ولا منا حتى الحكم يبقى ما بين يديهم هذا اللي نبه اللي حذر عليه السي علي بن فليس قال وقال ثاني فاكونس فراغ في السلطه وهذا صحيح واش من عند فراغ في السلطه؟ معناتها كل القرارات اللي راهي تؤخذ اليوم غير شرعيه حتى ولو كان الرئيس ماهوش مريض أنا والجزائريين كلهم يعتبروها غير شرعية ولكن زد لها على هذا عدم الشرعية زد لها أن الرئيس ما هو اللي يحكم. ولكن طيب قد يكون حتى ولو تصوتوا عليه الجزائريين انتخبوه الجزائريين هو شاومريضة ولكن سيد علي بن نوار قد يقول للجزائري أنت تتحدث مع وزير سابق كان يعني يحسب على الحكم أنت كنت في وكنت في وزارة كنت في 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 حكومة أوقفت المسار الانتخابي كان هناك اختيار شعبي تتحدث عن اختيار شعبي. آه نعم مليح اللي طرحت لي هذا السؤال أنا في عمر ولا تجنبت هذا السؤال ولا هربت وهربت منه انا مشيت للجزائر قال لك محتاجينك في اكتوبر 88 الخزينه فارغه ما كان ولا دولار دولار واحد ما كانش كنت في سويسرا حينها كنت في سويسرا وجابوني كخبير خبير في في الكوميتي ناسيونال لدات المجلس الوطني للمديونيه كان متراس عليه سي دي مرباح جيت لا سالير ولا شيء يعني خدمت ثلاث شهور علمتهم في عمليه صواب تاع الذهب كيفاش نستغلوا هذه الميكانيزمات حتى ندخل الفلوس بدون ما نرهن ذهب اعطيتهم افكار ما كنتش وحدي في كانوا خبراء انا كنت ربما الخبير الوحيد اللي جيت من الخارج اللي كنت كسبت تجربه كبيره وبعد ثلاثة اشهر عيط لي غزالي قال لي روح مستشار عندي مشيت معه كل الملفات خاصه بالمديونيه الخارجيه والداخليه كانت هذه يعني اللي كنت انا اللي كنت ماسكها جا حيدوسي راحت حكومة مرباح وجات حكومة حمروش حاولني قال لي ماذا بك تبقى معايا بقيت معه قال لي لازم تبقى معايا محتاجك بنفس الصلاحيات نفس خدمت عام ونص معه عام ونص حتى شفت وشفت شفت شفت بديت نحتج بديت اسمه قال ما لا, لا عامين ونص ما خلصتش يعني كل مره يقولوا لي الشهر الجاي الشهر الجاي لقيت روحي عامين ونص تقريبا ثلاث سنين وانا مانيش خالص كي ما تفاهمتش واختلفت ما كانش ف... عندك صالير كيف؟ ايه لا قال لك من بعد نخلصوك انا كنت نيه وما زلت شويه نيه وكيف كيف كنت تعيش يعني كنت و... نعيش بالليزيكونومي تاعي ليزيكونومي تاعي خاطر كنت كنت خدمت في فرنسا يعني هذو كل سلام. فتره جيت كنت تشتغل في الحكومه في وزير في الحكومه قبل ولا قبل 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 مش نعم. نمشي للحكومه لما لما وصلت الحكومه خلصوني <applause> خلصوني هذيك لي زاريري يعني سنوات كنت مستشار ايه كنت مستشار ولكن اليوم راني في التقاعد والسنوات هذيك ما حبوش يخلصوا لي يعني قال هكذا وعندي عندي الاثبات يعني آه معليش ما ما معليش ما آه هذه بلادنا يعني إيه انت لأ, لا تحصل على على مرتب التقاعد كوزير عندي ايه عندي 40% يعني م. في سنوات خمسة او ست سنوات ما حسبوهاش طيب. ما لا لكن انا تايل. هاي لما وصلت للحكومة. يعني نتيجه العمل النشاط اللي قمت به ك ك كخبير مع سي مرباح وكمستشار مع غزالي وحيدوسي وصلت للحكومه اصبحت والخزينه كانت افرغ اذا صح التعبير يعني كانت ماشي زيرو ماشي صفر كان ماينس مدام احنا في لندن ساعه ساعه نحكيو شويه بالانجليزيه موان مو 1 مليار و دولار معناتها الذهب اللي كان بعناه سواب تبيعو نقدا وتشت... وتش... وتشريه آ... يعني ب... على اجل معين عام عامين كيوصل الاجل ما قدرناش نسترجعوا الذهب اللي 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 رح... اللي راه اللي رهنته نجمو نقولوا رهنته الحكومه السابقه ما نقولوش هو كان فيه بوليميك كبيره انا ذاك حتى وصلنا للبرلمان المجلس الوطني الشعبي ومحافظ البنك المركزي يقول ما راهناش وغزالي يقول حتى رحت انا فهمتهم باللي عمليه سواب عمليه سواب هذه تبيع سبوت وتشري فورورد بسعر معين يعني نسلف لك شغل نسلف لك الذهب وسلف لي السوارد وبعد ست شهور انت تقلب لي انا نقلب لك سواردك وانت تقلب الذهب نتاعي كي وصل الاجل وجات حكومه غزالي شفنا باللي الخزينه فارغه ما عندنا والو زيرو صفر وشفنا باللي وصل العقود اللي اللي قامت بها الحكومه السابقه خاصه بالذهب وصل الاجل نتاعها وما عندناش باش نسترجعوا الذهب نتاعها اللي اللي باعته الحكومه السابقه عن طريق هذا السواب يعني باش باش نوضح باللي كان الوضع قاسي كان كنا كنا عايشين في في وضعيه اللي ما عندها ولا علاقه مع مع الوضع الحالي يعني كنا وزاران تاع تاع لا فيد ما كانش فلوس مهمتي مهمتي كان تطهير المالي للمؤسسات اول عمليه قمت بها انا في 91 والمهمه الثانيه هو كيف نعمر الخزينه كيف نجيب نكسب نكسب الاموال القروض من مشيت شفت الشيخ زايد عطاني 100 مليون, مليون دولار الله يرحمه كدافي كذب علينا تمسخر بينا اهان الجزائر يعني قلنا ارواحوا قال له بعث لي وزير الخزانه وما يقولش خزينه يقول الخزانه نعطيها مليار ونص دولار وكي مشيت بالطياره تاعنا خاذ تاع اسمه وانا خايف هذا كدافي الذي تبكى عليه نانا نانا كثير نانا من الجزائريين بهدل بينا حبي 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 هكذا يرخص بينا يرخص بينا فهمت وفي النهايه لو لوندومان قال لك ما كان والو يعني روحوا تروحوا وخلينا الطياره تاعنا تاع الرئاسه راحت راحت وشراوا لي بي على روم باش نروح للبلاد قلت لهم انا كي هكذا البي شريته خلصته من جيبي انا قلت لهم خلوا البي تاعكم عندكم يعني باش تشوف ورحنا يعني طلبنا بالانجليزيه انا شخصيا طلبت بالانجليزيه بالعربيه بالفرنساويه رحت اليابان رحت لاوروبا رحت يعني كانت مهمه صعبه كثير ومن بعد كان المفروض هذه الاموال هذه اللي حصلنا عليها بصعوبه كان لازم نحافظوا عليها الاستعمال نتاعها يعني تقشف يعني بصفه تقشفيه يعني ما كنا لا تبذير ولا شيء يعني كن نصرفوا غير على حساب قد على حساب على حساب المدخول نتاعنا شفت الفرق ما بين ولكن في تلك الفتره كان قد يقول بعض انه كان في اموال و... وزيد لها وزيد لها هذه هذا بجنب المهم المهام مكافحه الرشوه قمت ب بحمله حمله مكافحه الرشوه يعني اللي بديت ندخل الناس للحبس الى اخره يعني بناء على ملفات وعلى تحقيقات وهذه بديت كنت مهدد بالموت وكنت يعني كنت الجزائري الوحيد اللي كان مهدد من المافيا المافيا اللي كانت موجوده واليوم ما زالت موجوده ولكن زادت في, ب ب ب ب طيب في القوه وب في تلك الفتره ب... انت لك عندك موقف كنت في حكومه انت تتحدث عن الديمقراطيه كنت في حكومه انقلبت على خير شعبي حينها وانت كانت لك شجاعه اه هنا في في اه حصار اه نعم قديما اه اه قلت انا اعتذر على اعتذر بيان سور عملنا غلطه كبيره من غلطه كبيره لو كان خلينا المسار الديمقراطي لو كان كنا نشوفوا العيوب نتاع الفيس باسكو الفيس كان كان فيه عيوب فيه عيوب تدين هذا اكسسيف فهمت؟ اللي راكم تشوف اليوم دخلنا استعمال الدين لاغراض سياسيه شوف شوف المذاهب كلها بدات تتحرك، واحد كان يسمع بالشيعه ولا باسمو هذه نتيجه استعمال الدين لاغراض سياسيه ما يسمى بالاسلام السياسي، شوف وين وصلتنا. اذا في الوقت هذاك ما نقولكش باللي كنا عارفين ما يعني كانت الافكار تفكيرنا كان سليم. كانت بلا شك ناس عندها افكار ما هو يعني خلفيات لي زاريير بونسي هذه ولكن مسبقة مسبقة هما كانوا عارفين واش يديروا كانوا خايفين يروح لهم الحكم م. ليهم ومن بعد استعملونا احنا ايزون مانيبيولي دي جون كيما انا كنت في الحكومة ايزون مانيبيولي لي ديموكرات ايزون مانيبيولي تو سو كي ايزون بي وعلاش ما كانش ايت احمد ولا مهري ما كانوش مانيبيولي وكانوا يحذروا من ايت احمد سي ديموكرات نعم نعم عبد الحميد نعم. مهري كان نعم. كذلك ظهر نعم. انه ديمقراطي كان نعم. نعم. رئيس حزب انت ذكرت انت انت ذكرت شخصيات شخصيات يعني يعني محترمه مخلصه وكان يعني كنا لو كان لو كان مشينا معهم لكنا ربما طيب. نعم. يعني لو ترجع لورا لو كان نعم. لو, لو لم يتم وقف المسار الانتخابي ومرت الامور كان الوضع الجزائر افضل في في رايك ربما لو كان كملنا في الوضع الوضع هذاك في يعني ما وقفناش الانتخابات في رايي مثل ما كان يفكر فيها في الهواري عدي كان خليهم كما قال شادلي كان موقف تاع خليهم خليهم على نظام رئاسي ريجيم بريزيدونسيال قوات المسلحه تحت تحت اشراف الرئيس الجمهوريه هو اللي رئيس القوة العسكريه و يعني والصلاحيات تاع رئيس الجمهوريه اكثر بكثير من من صلاحيات رئيس الحكومه يعني كان يكون فيها مثل شي يعني كوابيتاسيون كانت تكون كوابيتاسيون يعني رئيس الحكومه عنده صلاحيات محدده يعني موضحه في الدستور ورئيس الجمهوريه كذلك عنده اكثر صلاحيات كان ممكن كان من الممكن هذا ستير سيناريو على كل حال سي تروطار ولكن لونيتي يعني يفرض عليا باش باش من باش من 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 نجهلش من 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 هذا يعني ما لازمش قال خلاص فرات فرات صار واش صار لا 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 بالعكس بالعكس هذا دائما نفكر فيه ونقول كون خليناهم كانوا اي واش قال لك نحوسوا نديروا غيروا الدستور قال ما تغيرش الدستور انا هو ضامن تاع الدستور قال باش نديروا جمهوريه اسلاميه قال نبداو نسجنوا الناس على خاطر لايكيين قال انا انا كرئيس الجمهوريه والقوات المسلحه معايا ما نمشيش معكم حتى اذا كان ما ما تفهمناش حل البرلمان حتى اذا كان ما تفهمناش كان شادلي بن جديد الله يرحمه كان قادر يحل البرلمان وندخل في انتخابات جديده فهمت يعني كان يمكن تجنب يعني كانت لو رابور دو فورس ما كانش لصالح الفيس كان لصالح لصالح السلطه التنفيذيه السلطه التنفيذيه اللي تحكم طيب. على كلام مهم جدا وربما الوقت لا يكفي لكل ربما نحتاج الى حلقه خاصه بهذا الموضوع استاذ علي بن نواري. قلت لك وما تنساش الغلطات اللي دار الفيس الفيس دار غلطات كبيره يعني الغلطات نتاع الفيس استعملت من طرف هؤلاء الذين كانوا كانوا ضد المسار الديمقراطي يعني كانوا متخوفين اذا كان الكرسي يروح لهم طب كان كان في نقاش كان معنا في نقاش سابق من كان مرشح عن الفيس انا كفائز من بانتخابات انور هدام وربما ننظم نقاش اخر مع قيادين في فيس. نسترجع ربما التاريخ نتحدث ربما نعم. نتعلم الدروس في حلقه اخرى نعم. الوقت يضغط علينا وربما حلقه خاصه بك ربما تحكي لنا كل التفاصيل هذه كيف كنت كيف يمكن ان تكون وزير في الجزائر اصلا تفاصيل كواليس نعم. لكن الان الوقت يضغط علينا تقول انه انه سيتي سيتي خلاص الامور حصلت هل الجزائر الان سيتي لتدارك الامر مع التحديات حول الوضع الاقتصادي في الجزائر والانسداد السياسي لا اليوم والحديث عن لا اليوم عندنا شغل منصب اليوم عندنا مشكل واحد وهو الديكتاتوريه لم ما فهمناش هذا يعني اذا بغينا ناخذ بعين الاعتبار يعني ناخذ نستفيد من التجربه من ما ما حدث في الجزائر فهمت من السلبيات نتاعنا والمشاكل والحرب الاهليه اذا كان كنا يعني عاقلين لازم نفهم باللي اليوم عندنا عندنا عدو واحد وهو غياب الحريات يعني الديكتاتورية لازم نخرج من الديكتاتورية هردت البلاد كسرت البلاد ما بقى فيه والو خلات البلاد إذا كان استمرنا في هذه الديكتاتورية يعني نزيدوا خمس سنين رايحين ندخل في مجاعة مجاعة واسعة يعني ما يكفينا لا نفط ولا غاز ولا شيء والحل في اعتقاد الحل 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 يعني اذا كان الحكم يعني شوف صحه الرئيس اذا كان ازداد في الالم وما قدرش يعني يحكم مثل ما رانا شاهدوا فيه اليوم لازم كل الاطراف تاخذ المسؤوليه تاعها ماهوش مستحيل مش مستحيل الحكم يسلم يسلم من 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 اصحابه الى الى المعارضه وهذا يسمح لي يعني هكذا بسهوله تسلم لا المعارضه لا حتى المعارضه تتحدث لا عن انتقال ديمقراطي ب... بدور من ما عنديش ربي هو عالم يعني انا لما يعني ما في المجهول يعني يعني ربما يعني, يعني لا بروبابيلتي واحد, ما لمسك السلطه يعطيها يعني ما في لازمش ما لازمش نقصي هذا هذا الفرضيه الفرضيه بوسيبيليتي ولكن يعني ما نعطيلهاش اون جراند يعني تصور انت مثلا يجي يقول نعطي السلطه واي وزير يقول نعطي السلطه للنوار او الحمروش او اي شخصيه او صبيان جلالي أو انا ما دخل في, في احتمالي قلت لك يعني جي سيتي هكذاك بارازار لكن فيه فيه اه اه التوترات الاجتماعية فيه يعني الشعب ماهوش رايح يسكت حصة كما هذه والحصص اللي تقوموا بها اللي تتركم تتنظموا فيها وأطراف يعني من الميديا الأخرين ولي سوسيو هذه الشبكات الاجتماعية كلها تأثر على الشعب وربما الشعب هذا راح يكون ضغط ضغط ما عنديش خبر نوعية الضغط هذا للأسف ينوزون كولبابيليزي كل ما واحد يجي يتحرك يقول له اه حبوا يديرونا حبوا حبوا يبومبارديونا حبوا يقلبونا كيما سوريا. مثل ما اتهمت انت بانك باستجلاب ايه الناتو ايه نعم هذه لقاوها هذه لقاوها يعني عفسه جديده هذه يعني كولبابيليزاسيون <applause> قال اللي تحرك نقولوا ها حب يقلب يقلبنا يحطمونا كيما حطموا سوريا وهو. وهذا للاسف الشعب نتاعنا نقول لك نظر يعني التسعينات اثرت عليه كثير طيب. وخايف خايف شويه ولكن كل ربما يكون استرجاع ثقه في نفوسهم ويفهموا باللي ماهوش نحتجوا ضد الديكتاتوريه اللي اللي معناتها رانا طيب. على الخارج ما نسحقوش الخارج بالعكس انا اللي شي اللي طالبت طالبت به هو هو اقصاء الاجانب من التدخل في الجزائر في شؤوننا هذاك قلت انا ما لازمش ما لازمش الدعم الديكتاتوريين المشكل تاع سوريا وتاع ليبيا وتاع العراق وتاع مصر الى اخره منين نتيجه نتيجه الحكم الديكتاتوري اللي كان مدعم من طرف الدول الغربيه وحتى ديزيسبوار يعني الشعب اللي ما شاف ما فيهش حل ما في حتى حل بدا يتحرك كي بدا يتحرك وبدا حرب اهلي وهما هما اللي شعلوا شويه النار زادوا حرشوا كي صار حرب قال لك آه لازم نروحوا على الاقليات والمسيح وهذيك لازم نروحوا ندافعوا عليهم يعني كانت لهم فرصه باش يدخلوا طيب لا لتجنب ما لازمش تكون لتجرب لتجرب اي هكذا اي ولا اي جزائري يريد هكذا سيناريو يعني ربما نعم. سواء نعم. في يختلف نعم. في المعارضه أو في السلطه لكن هناك اجماع لن يريد اي نعم. جزائري حتى مهما كانت انتقاده للسلطه اي سيناريو هكذا المعارضه نعم. في تنسيقيه الانتقال الديمقراطي تدعو الى انتقال ديمقراطي و لا مشكلة لها أن يلعب تلعب السلطة دورا في هذا الانتقال ربما عندنا حظ مليح كي طرحت لي السؤال هذا خاطر هذه التنسيقية هذه أنا في البداية قلت هذه واش من تنسيقية خمس رؤساء حكومة يديروا معارضة لكن خممت فيها لقيت باللي فيها مش غير رؤساء الحكومة فيها أطراف سياسية حزب أحزاب سياسية إلى آخره وشفت اليوم متأكد باللي عندنا حظ كبير لأنه غدوة لو كان الحكم هذا يطيح يسقط ما عنديش خبر كيفاش يسقط على الاقل في يطيح في ايدي ايدي مسؤوله يعني موجوده يعني ما ماهوش لازم نديروا كونسي ترانزيسيون كما تاع سوريا ومدعم من الخارج ومشجع من الخارج احنا المعارضه تاعنا ما دام تنسقت وما دام دارت التنسيقيه هذه وما دام فيها ناس مسؤولين رؤساء حكومه كانوا مسؤولين ويعرفوا الاشكاليات كلها الى اخره وزيد لها احزاب اخرى مهما كانت حتى ولو ما عندها الشعبية يعني. هذه اللي جوستومون حتى ما عندها ولكن أليس 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 الفيصل هنا هو الشعب هو الشعب نعم هو اللي نعم يختار في نعم, نعم. هذا النبه كبرك باللي ما لازمش نخلط الحكم لابد يسلم ل للجنة أو لحكومة أو لمجلس يعني لي 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 طيب لي, آه لي آه آه معينه آه تطرح ماذا واقعيه هذا الكلام لا لا هاني لك يعني يعني ماكش من من عشيه الى ضحاها تروح تنتقل من الديكتاتوريه الى الديمقراطيه لازم لك انتخابات والانتخابات هذه شكون راح ينظمها قد ينظمها بعض قد يحاجج عن اي دكت تتحدث الجزائر بلد يعني لحد ما في حريه ديمقراطيه تذهب انت الى الجزائر وتنظم ندوات صحفيه وتنتقد السلطه إيه ولكن أو... هذه هي أك... أخ... اخطر او اكبر ديكتاتوريه علاش سوفت ستون ديكتاتور دوس فهمت تخليك تنبع كما كم يقولوا توانسا تنبع على روحك على لو شيان كارافان باس لو شيان يعني انتم نبحوا على رواحكم سوباب سيكوريتي فلهذا خطيره دونجوروز على يعني خاطر من الناس ما تحسش باللي راهي عايشه في ديكتاتوريه بصح بالارقام لما ندخل في الارقام في الاقتصاد في الـ في الـ في, الـ في كل 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 الـ المشاكل ثم نفيق باللي باللي هذه الديكتاتوريه مديه البلاد الواد يعني رايحين المجاعة طيب. سؤال اخير طبعا حذر كثير من السياسيين من الوزراء السابقين حتى رؤساء نعم. الحكومه السيد نعم. مولود حمروش مثلا حمروش من الذين لهم طرح يرى <applause> انه لتحقيق هذا الانتقال الديمقراطي يرى بانه من بيده مفتاح الحل هو المؤسسه العسكريه نعم هو قداش نعم هو يقول فيها قد هذوك نعم مش ما حصل على نتيجه وما من حظ اللي اليوم يسمعوا له علاش ما سمعولوش قبل خمس سنوات قبل عشر سنوات الى اخره يعني هذا شو ما قال والو يعني يعني متمني والله كان صبنا لو كان العسكر الجزائريين كلهم قلناها كل عام من من ولكن هذه التنسيقيه هذه ما دام تكون مو واسعه منفتحه على كل الاحساسيات السياسيه تكون جاهزه لتسليم لي 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 السلطه يعني لما تكون السلطه يعني ما لازمش ولكن مره اخرى قد يقول شعبي واين الشعب نقول هنا يعني تتحدثون من كانوا في السلطه من كانوا وزراء مثلك من كانوا رأس حكومه يحضرون انفسهم لان يستلموا هذه السلطه من 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 حاكمين سابقين ما مدى ما منطقيه لا لا ما هذا الكلام لا لا ما قلت لكش انايا كيفاش نوصل للمرحله هذيك قلت لك اليوم اللي, اللي 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 يحدث تسليم الحكم لازم تكون هيئه موجوده حتى ما يكون فيه تدخل اجنبي ومانيبيولاسيون و... طيب لكن اليس يعني الحل اليس بعل... الحل بعض... هذا الهيئه اليس الحل هو الحل أي الامثل هو هو الخيار الديمقراطي ان يختار الشعب عبر صناديق الانتخاب في انتخابات نزيهه وشفافه اذا كان تعرف حل حل افضل قلنا فيدنا ب فيدنا ب ولكن ب... ب... انت تتحدث كانه لما الذي يستمع اليك سي منور توضح الامر الذي يستمع اليك كانه الجزائريين يتفرجون على ان كلون كليك عندها الحكم عندها السلطه تسلم السلطه اين كليك اللي في المعارضه لا لا لا. واللي كانوا جزء كبير منهم ما بين كانوا في السلطه ما بين ما بين المرحلتين ما بين المرحلتين فيه نشاط سياسي فيه تحركات توترات اجتماعيه سياسيه فيه ضغط كبير ماذا الضغط هذا نزيد في الضغط هذا يعني حتى حتى السلطه الحاكمه يعني يعني تحس تحس به وتحس باللي من صالحها من صالحها تسلم الحكم لايدي سليمه لايدي. من صالحها ولا من صالح الجزائر؟ من صالحها ومن صالح الجزائر، من صالحها كذلك، لأنه إذا كان بقات بقات استمرت في الحكم. يعني أنا خايف عليها مثل ما خايف على الجزائر. شو لأن شوفوا واش صار في ليبيا، شوفوا واش صار، الناس تضحك على الربيع العربي. يا أخي سيدي خلينا ندوا له اسم آخر. خلينا ما نذكروش الربيع العربي، نسميه غير الديمقراطية، مسار ديمقراطي. شكون كش ما كان عربي، جزائري، مسلم، كش ما كان بشر ينتقد الديمقراطيه ويقول لك القرار قرار الاقليه افضل من قرار الاغلبيه خاصة إذا كان قرار كلو ولا قرار مافيا فهمت هذا من هذا ما لازمش نسب ما لازمش نحقر نحقر الشعب نتاعنا، الشعب نتاعنا واعي، الشعب نتاعنا يطالب بالديمقراطيه وتكون ان شاء الله سون اور اور ليت. طبعا ربما بالنسبه للسلطه الشعب يريد الاستقرار يريد بوتفليقه ضمانه الاستقرار يريد بقاء بوتفليقيه بصح كون نقول لك مليح الشعب يخرج للشارع اللي هو حق دستوري لي بيلوت دار فرنسا الناس كي تخرج باش تطالب ارتفاع في الاجور ولا حق دستوري وكي تخرج باش تحتج تطالب بحريات سياسيه فرديه وجماعيه حق ولكن روح شكون اللي اليوم غدا ويقول الشعب يقول الشعب يخرجوا لبرا يقولوا له ابا آه بابا حب أو, او يعرف لوطون باش يجيو يبومبارديو الجزائر هاو صعوبة. لا ديفيكولتي اللي لا؟ شكرا جزيلا لك علي بنواري وزير الخزانه الجزائري الاسبق الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء شكرا سيدي thank